من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك يا من أجلك الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا. فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا. والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أجلك يا من أجلك يا يا وطني. جيش التحرير وجبهته كان ضوئين بداجينا، قال في البدء كرامتنا والشعب للشعب الرافض تجينا. من أجلك يا من أجلك يا وطني. يا سائل عرب ملتنا، دين الإسلام وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. صباح الجزائر المجيدة التي آبت أن تقول كل يوم: أنا السلام اسمي السلام، أنا الحرية اسمي الحرية. صباح الحرية، صباح الاستقلال. ما كنا أن نستنشق هواء نقيا لولا تضحيات المجاهدين وشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس. إنها الذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية لاستقلال الجزائر والشباب، الذكرى التي نحتز بها ونفتخر كوننا نطمح لأن نكون خير خلف لخير سلف. فإذا كان دور السلف رفع العلم، فإن دورنا أن نبقيه عاليا ولنا كل الشرف. نعم، سنحتفل وإياكم مشاهدينا الكرام بهذا العدد الخاص من ذكرى 60 لاستقلال الجزائر، عيد الاستقلال والشباب، جزائر العزة والكرامة. سنتحدث اليوم وطنا ووطنية، وسنغني أيضا للوطنية. وبالألوان سنتحدث: الأبيض للسلام، الأحمر دماء شهدائنا الأبرار، والأخضر للأرض الجنة. وخير وأفضل ما نبتدئ به عددنا الانهار اليوم ونفتتحه أيضا هو النشيد الوطني. قسما النشيد الذي لما نسمعه دائما نقف إجلالا واحتراما لشهداء الجزائر الأبرار.
مواصلين وإياكم مشاهدينا خلال هذه الصبحية المفتوحة في برنامجنا برنامج الصباح الوطنية وخلال ذكرى الاستقلال والشباب. نعم، هي ذكرى نحتز بها ونفتخر، ذكرى محفورة في تاريخنا، التاريخ الجزائري القديم والجديد. طبعا أحداث كثيرة حنتحدث وإياكم عليها خلال هذه الصبحية، ولابدني يعني خلال هذا الصباح نسأل شوية سمية عن الأحداث اللي تحضرها الآن في ذاكرتها، يعني الأحداث الثورية. نعم، أحداث ثورية ربما من الأفلام، ربما الثورية حتى من الأغاني عبود. نعم. والشيء الجميل أنه اليوم ما زلنا حتى لما نشوف تلك الأفلام الثورية حتى يعني ما عشناش تلك الفترة، ولكن حسوا بالحنين، يعني أبداننا تقشعر حتى نحسوا يعني وكأننا كنا في ذلك الزمن. نعم صحيح، وحتى في من أجدادنا حتى الأولياء تاعنا يحكونا ربما في من تعايش تلك الفترة. وحتى اليوم نشاهدوا كذلك شباب اليوم فيه بالنسبة للفنانين فيهم يعني روح الأغاني الوطنية أكيد. الثورية، حتى راهم يعودوها يعني بامتياز. نعم، ونذكر مشاهدينا أنه اليوم يومنا مفتوح، يومنا غني جدا، فلا بد لكم تبقوا أوفياء لينا والبرنامجنا خلال هذا اليوم، لأنه راح نتحدث جزائريا وسنغني جزائريا. نعم، كذلك حين يرافقونا ضيوف اللي راحين أكيد كذلك يجيبونا مشاهدينا إذا شهادات حية، الصور يعني ربما حين تقاسموا معاهم ربما يعني في ظل استعمال استبداد، وكذلك راحين يشاركونا معاهم فرحة الاستقلال، استقلال الجزائر. وما أجملها فرحة. نعم، خاصة هذه السنة يعني تزامنت مع الذكرى 60 لعيد الاستقلال والشباب. نعم، فمواصلين وإياكم مشاهدينا، وطبعا الآن نروح ربما بالأحداث. ذكرتني بالأحداث عبود. أكيد. نعم، لازم يلا نوليو للأحداث. طبعاً. نعم، نروح نشاهدوا ربما أحداث لصارت. نعم، سواء في 5 جويلية 1962 أو حتى قبل. يلا مشاهدينا نرجع بكم إلى الوراء مشاهدينا في هذا التقرير أو هذا الروبورتاج. يلا نتابع مع بعض وراجعين، بقوا معنا. الخامس من جويلية، يوم استقر في ذاكرة الجزائريين إيماناً بالذكريات واسترجاعاً للحظات خالدة ستينية انتزعت فيها الجزائر استقلالها واسترجعت سيادتها على أراضيها. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابيحه من حنايا الجزائر. يوم الاستقلال، الذاكرة المستعادة للوطن الحلم، فهو يصادف ذكرى استرجاع السيادة الوطنية من استعمار غاشم خطط لضرب مقومات الهوية الجزائرية بالقمع والتعذيب. ظلم استمر لأكثر من قرن وربع قرن من الزمن. وعندما يحضر هذا اليوم، يوم 5 جويلية من كل عام، بالذاكرة يوم لاستحضار كل نضال الشعب الجزائري بأطيافه المختلفة من أجل تحقيق الاستقلال، هي وقفة مع التاريخ، مع الماضي، مع ما قدمه الإنسان الجزائري في نضاله الثقافي والاجتماعي والسياسي والعسكري والدبلوماسي من أجل أن تصل الجزائر إلى استعادة سيادتها واستقلالها في 5 جويلية 1962. الثورة كيفاش بدات؟ بدوها الرجال، كملوها الرجال، ماتوا عليها شهداء، 1.5 مليون شهيد. 5 جويلية سي لو غرون تونور دي الجيريان، هي الحاجة الأساسية تاع الجزائر.
الرجال اللي حضروا في 5 جوي. انا بالنسبه لي 5 جوي هو يعبر على عيد فرحه. الوطن تاعنا الوطن هو كلش. انسان بلا وطن ما عندوش هويه، ما عنده والو. كي الانسان اللي ما عندوش لغه ولا، الوطن هو كلش، هو لغتك، هو وقتك، هو حياتك، هو اولادك، هو المستقبل تاعك والماضي والحاضر. الوطن هو الشخصيه تاع الانسان. مخطط لاقى تصدياً ومقاومة شعبية لم تتوقف عن المسير، سعت إلى إعادة بعث الأمة الجزائرية واسترجاع سيادتها أمام آلة استعمارية مدمرة، بدءاً من مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري وما تبعها من انتفاضات شعبية، وصولاً إلى ثورة نوفمبر المباركة. نوفمبر جل جلالك فينا، نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا، سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا نسوق السفينة، وثرنا نفجر نارا ونورا، ونصنع من صلبنا الثائرين. مقاومة الأمير عبد القادر، مقاومة أحمد باي، مقاومة للا فاطمة سومر، مقاومة دولة الشيخ، مقاومة المقراني، مقاومة أبو عمامة، هذه كلها مقاومات وقعت في القرن 19، ولكن كلها تهدف إلى تحرير الجزائر. محطات أخرى في القرن 20 أو على الأقل في النصف الأول من القرن 20 كان النضال بالدرجة الأولى نضال سياسي ونضال ثقافي. هذا النضال السياسي جاء على أو قادته جمعيات فيدراليات للسياسيين النواب السياسيين، كذلك بالنسبة للجمعيات السياسية أو الأحزاب السياسية مثل نجم شمال إفريقيا، حزب الشعب الجزائري. ثم بعد ذلك فيما بعد تطورت هذه الأحزاب إلى حزب انتصار الحرية، حركة انتصار الحرية الديمقراطية، اتحاد الديمقراطي البيان الجزائري، وغيرها من الحركات السياسية التي قاومت الاحتلال كالمقاومة الثقافية من خلال خاصة نشاط وجهود وأعمال جمعيات العلماء المسلمين الجزائري. وتنتهي كل هذه المقاومات المتراكمة في القرن 19 ونصف الأول من القرن 20 إلى الثورة. الثورة التحريرية التي كانت هي ثمرة كل هذه الجهود، والتي جمعت بين المقاومة الثقافية والمقاومة السياسية وبالخصوص المقاومة العسكرية والدبلوماسية. وهذه الجهود كلها في النهاية حققت الهدف المنشود وهو استقلال الجزائر، ويعني عطاونا حقنا اللي نسحقوه، حقنا اللي داتونا فرنسا، حقنا اللي قتلت فيه شحال دات من الجزائري باش دينا هذاك الاستقلال. الثامن من ماي سنة 1945 كانت شاهدة على مجازر انتشى المستعمر بتنفيذها في حق شعب أعزل فاق شهداءه 1.5 مليون شهيد، ليبلغ الكفاح الجزائري بعدها ذروته في الأول من نوفمبر 1954 باندلاع الثورة التي شددت الخناق على العدو، أفضت برضوخ جبان في نهاية الأمر لنضال شعب باسل. تحيا الشهداء الذي ضحوا بارواحهم وبعائلاتهم، احنا بفضلهم باش نعيشوا هنا. الجزائر راهي ديما حره مستقله، ان شاء الله راه الوطن تاعنا يقعد سالم بركه ومطمئن والناس كلها تعيش مرتاحه في الوطن، ودوكا ان شاء الله تنجح، وان شاء الله تعب تولي البلاصه، تركز البلاصه كما لازم الحال. الاستقلال هو خطوه اولى لبناء اللبنات الأولى، وضع اللبنات الأولى للجزائر، للدولة الجزائرية. ولكن بعد ذلك تأتي تحديات أخرى، نضالات أخرى، وهي نضال البناء والتشييد. ولهذا
ونحن نحتفل بخمسة جويلية في كل عام. نستحضر إذن جهود والتضحيات وأعمال الذين سبقونا، ونطرح سؤال على أنفسنا نحن ماذا أو كيف نحافظ على هذا الرصيد، على هذا النضال الذي تحقق ما وصلنا إليه اليوم. وفي نفس الوقت نطرح السؤال الأساس، وهو ماذا يمكن لنا أن نقدمه اليوم وغدا تجهيد الحاضر والأجيال القادمة لاستكمال هذه المسيرة الطويلة في النضال والكفاح والعمل من أجل التحرير، تحرير الإنسان، تحرير الأرض، تحرير العقل، تحرير الوطن من كل القيود والمعوقات التي تجعله أو تمنعه من التقدم في الاتجاه الصحيح والسير نحو تحقيق بناء دولة قوية تتمتع بكل مقومات الدولة الحديثة وتساهم بدورها في هذا الإشعاع الفكري والحضاري والسياسي والثقافي والدبلوماسي والسياسي والاقتصادي على المستوى العالمي. الثورة هي نهاية تطور تاريخي عاشه الشعب الجزائري أمام الاستعمار، زمن وإن كان قد انتهى لكن نجمه لم يأفل عن المغيب، لتبقى ذكرى نستلهم منها العبر ونغذي بها هويتنا ونحفظ بها مصيرنا وكرامتنا لنبني مستقبلنا. كملين معكم مشاهدينا في هذا العدد الخاص بالذكرى 60 لاستقلال الجزائر، عيد الاستقلال والشباب جزائر العزة والكرامة. نعم، وأكيد الكل شارك لنيل استقلال هذا الوطن. العديد من الأبطال ضحوا وناضلوا من أجل إرجاع السيادة الوطنية التي سيادة الجزائر التي نعيش فيها نحن اليوم سعداء، الجزائر الجديدة، جزائر المحبة، جزائر العزة والكرامة. وطبعا مجموعة 22 التي أخذت أو حملت على عاتقها إرجاع السيادة الوطنية، وكانت قد قامت طبعا بإعداد بيان أول نوفمبر المستمد من التاريخ الإسلامي والمستمد من قانون المدينة. واليوم رح نتحدث وإياكم عن حب الوطن، وحب الوطن طبعا من الإيمان. حتى نتحدث عن هذا الموضوع أكثر أسعد باستضافة الشيخ حجيمي. نقول له صباح الخير شيخنا. صباح الأنوار، يا مرحبا، أهلا وسهلا بك. صباح الأنوار شيخنا، شرفنا بحضورك. الله يبارك فيكم. نعم، يوم مبارك ممتع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أكيد اليوم حب الوطنية يتجلى، حتى رانا نشاهدوه في الشباب، شباب اليوم. لا شك أن الوطن هذا غرس مغرسه الطيب في نفوس الأولين والآخرين مهما مرت عليه من حقب، فهؤلاء الأوائل الذين ضحوا بالنفس والنفيس ولبوا نداء الوطن ونداء الواجب ونداء التضحية ونداء الجهاد، سواء منذ الثورات التي مرت على الجزائر منذ أن استوطنها أول مستوطن فرنسي وظلت الجزائر تحت الثورات إلى ثورة التحرير الكبرى التي تحررت بها البلاد والعباد ورجعت الجزائر كما بشر الأوائل برجوعها إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام وإلى الجزائر الأبية الواحدة الموحدة التي نأمل وستبقى بإذن الله على ذلك. نعم. إن شاء الله يا رب. وشيخنا، ولأننا دولة عربية إسلامية أمازيغية، تعلمنا منذ الصغر أن حب الوطن من الإيمان، وتعلمنا أيضا من تجربة أجدادنا أنه لابد لنا من النضال والكفاح لأجل هذا الوطن. فشيخنا، ربما هذا الوازع، أقول النضال، هذا الشعور اللي غرسوه فينا أجدادنا باقي يعني مع الأجيال الجديدة. لا شك أن هذا المجتمع له رواسب في التاريخ بتمازجه العربي الإسلامي منذ الفتح الإسلامي، ولا زالت مرت على هذه الدولة
على هذا المجتمع دول إسلامية عريقة كالزيانيين والحماديين والموحدين ولو بنى عبد الواد إلى غير ذلك. وهذه الدول كلها أثرت المجتمع، ولهذا هذا الترابط الأصيل العريق الكريم جاء في القرآن الكريم، حيث أقسم الله سبحانه وتعالى بالبلد، لا أقسم بهذا البلد فأقسم بهذا البلد. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة بنى مجتمعا فاضلا في المدينة، ورجع إلى مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام، وهذا من حب الوطن. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة التي آوته كما دعا لمكة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك هؤلاء أجدادنا استشفوا واستبشروا وتمسكوا بهذه الدعوات وبهذه الآداب وبهذا الشيء الذي أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدفاع عن أراضي المسلمين. فلا يجوز لنا أن نترك شبرا من شبر أراضي المسلمين في العالم. ولهذا تجد أن الجزائر لا زالت على الخط الوطني في الدفاع عن قضية المسلمين الأولى القدس، باعتبارها لا يجوز شرعا أن نتنازل على شبر من أشبار أراضي المسلمين الذين هي ملك لهم. ولهذا دافع أجدادنا منذ الأوائل، منذ أن وطئ الاستعمار الفرنسي إلى سيدي فرج، والمقاومة تحت المقاومة أحمد باي المقراني، الأمير عبد القادر، الشيخ أبو عمامة، ثورة ولاد سيدي الشيخ، ثورة عاطشة، الشيخ أبو زيان، الشيخ سيدي محمد أبو بغلاء، الشريف أبو بغلاء، حتى المرأة التي لم يستطع والدها أن يحمل السلاح لكبار سنه وكان من كبار شيوخ طريقة الرحمانية في بلاد جرجرة، أخذت هذه الشابة لالان سومر الشريفة العفيفة وماتت وهي في قبضة المستعمر، وماتت لا يتجاوز عمرها 29 سنة، ماتت الشهيدة رحمة الله عليها في جبال طابلات. وقد ضرب بها المثل الفرنسي، جنرال فرنسا ضرب بها الأمثلة كيف كانت قوية وشجاعة وقاومت حتى تمسكوا منها بعد خيانة. نعم، وقال عنها جندارك جرجرة. نعم. يعني شيخنا أنه فرنسا يعني فشلت في سياستها على مر السنين كما ذكرت الآن، يعني عودة بالتاريخ تاريخ الجزائر، طبعا فشلت في سياستها طبعا على يعني لمحو تاريخ هذه الأمة حتى لطمس هوية الجزائر كذلك. لا شك أن فرنسا عملت حرب إبادة، أبادت أجدادنا، أخذتهم إلى كاليدونيا، نفتهم، يعني ما استطاعت أن تنام أو أن تستريح إلا وأخذت أجدادنا، مروا في وقت كانت في المواصلات قليلة، أخذوا إلى أدغال الدنيا، إلى نهاية الدنيا برمتها. فمن قتلتهم يزيد عن مؤرخين يقولون بأن الشعب الجزائري كان لما دخلت فرنسا في حدود 9 ملايين، يعني لم تكن هناك هذه السجلات وغيرها، وخرجت وهي 9 ملايين، يعني قتلت ما لا يقل عن 10 مليون في 10 سنين. يعني الشعب الجزائري كان يتزوج كثير وكان عنده أولاد كثير وغير ذلك، فأين ذهب هذا الشعب؟ فأبادته، ومع هذا حاربت لسانه العربي المبين، وحاربت دينه وحاربت قيمه، ومع هذا أثبت بجدارة وباستحقاق وضحى بالنفس والنفيس طبعا، بالغالي والرخيص، بكل ما يملك. هؤلاء الذين لو نتفقدهم، هؤلاء الرموز الأولى من الثورة، كلهم كانوا في مستوى من حفظة القرآن، من الكتاب، من بقاء من جمعية العلماء المسلمين، من خريج الزاوية، كل هؤلاء هم طبقة كانت راقية. يقال أن المؤرخون يقولون بأن لما دخلوا إلى فرنسا وجدوا الشعب الجزائري كله يكتب ويقرأ كله، لما خرجوا لم يتركوا لنا إلا 1 في 1000 أو أكثر. فلهذا هم أبادوا. جامعنا في كتشاوة عملوه مرقد للخيل وعفاكم الله، المسجد غير ذلك، يعني جعلت هذه المساجد استبلات. الأوقاف التي كانت في الجزائر 1 على 3 أو 1 على 3 أو 1 على 4 من مساحة العاصمة هي وقف، كلها أبادوها بالكلية، كانت ما يزيد عن 200 وكذا من مؤسسة خيرية وقفية تعليمية من زاوية ومدرسة وتحفيظ القرآن، فما بقي إلا 4 أو 5. فرنسا عملت كل ما يمكن أن تعمله سحقا لهذا المجتمع، وفعلت كل الأفاعيل، ومع هذا الحمد لله أخرجت لنا مساجدنا ومدارسنا وجمعية العلماء المسلمين والثوار والحركات التحررية والنوادي ونجم شمال إفريقيا غيره. لا نبخس شيئا مما قدم، ولهذا رحم الله من قال الجزائر حرر
يتحررها الجميع ويبنيها الجميع. طبعاً. نعم. وما يؤخذ بالقوة يسترجع. نعم. بالقوة. نعم. شيخنا، لما نقرأ عن تاريخ الجزائر القديمة، عن تاريخ الثورة أو عن تاريخ حتى المقاومة الإسلامية، يعني نلاحظ أنه أغلب من قام بالمقاومات أو حتى من تزعم الثورة كانوا خريجي الزوايا، خريجي المدارس القرآنية. الذي دون بيان نوفمبر هو خريج الأزهر. نعم. الشريف في ذاك الوقت، يعني في الخمسينات يعني. أي نعم. معروف أن الزوايا لها تاريخ عريق في الجزائر، لا ينكره أحد، لا يستطيع أحد، لأن الثورات لم تتوقف من أقصى الجنوب، من ثورة أمادو، من إليزي وتمراس وتجانات وغيرها، إلى بلاد جرجرة، إلى بلاد الونشريس، إلى حدود الممشى، إلى جبال الونشريس، إلى هذا الغرب الجزائري الفسيح، إلى الشرق، أبدا لا يستطيع أحد. ولهذا الثورات ظلت متنوعة ومسترسلة ومتابعة، الذي يظهر إلى قيادتها هم علماء، هم أبناء الزوايا، هم أبناء جمعية العلماء المسلمين، هم. لكن الثورة التحريرية ذاب فيها الكل، الفنانين قاموا بالدفاع عن وطنهم وبإعلاء كلمتهم، وقالوا الجزائر رجعت إليك، فعلى أنها رجعت إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى ذريته وإلى أتباعه. لا تنسوا الشهداء، أن هؤلاء الذين غنوا لا ينسوا فضل الشهداء. فهذا لا نستطيع أن نقلل من قدر حجم أي مناضل، أي مجاهد قاوم لأجل هذه الجزائر. حتى عفاكم الله الحمير والبغال حملوا السلاح وحملوا المؤونة دفاعا عن الجزائر، فكل ما في هذه الجزائر هو مسقي بدم الشهداء، مسقي بدم هؤلاء. لا نبخس الناس أشياءهم، لكن في الطليعة الأولى هم العلماء الذين حرروا الفهوم وحرروا العقول وحرضوا الناس للقتال ودفعهم للجهاد. وهؤلاء الذين ماتوا في الميدان، لا يستوي القاعد والجالس، الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك. فهؤلاء الذين كانوا في الجبال هم من 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 شعلة الشباب الذين حملوا كتاب الله عز وجل، والذين جاهدوا على هذا الوطن، والذين دافعوا إلى آخر رمق. فلما نتصفح تاريخ الثورة التحريرية نجد لكل واحد منهم سيرة عطرة، سيرة مباركة، تجعل هذا الشباب اليوم يتعلق بأجداده ويتعلق بأجداد أجداده على أنه يحمل اسمهم. فلا يمكن مثلا أي واحد منا، أنت الأخت الكريمة، أي مشاهد إلا ويرى أن له في الثورة يعني قوة، له في الثورة تاريخ. مثلا هذا الاسم الذي نحمله نحن عندنا الإخوة حجيمي، أحدهم من الاثنين حملت كتاب الله، أحدهم حرقته فرنسا بالنفال، والزاوية التي كان فيها العم 48 شهيد. فكبار هؤلاء أدمغة الثورة تخرجوا من هذا المعقل، وهذا خذه مثالا في جميع هذا الوطن المفدى، وخذه مثالا على كل منطقة، فسواء في بلاد القبائل الكبرى أو الصغرى، في بلاد الشاوية، في بلاد الغرب، في بلاد الشرق، في بلاد الوسط، في المدينة، في الجبال، كل هؤلاء ضحوا من أجل هذه الجزائر التي تبقى جزائر واحدة موحدة بعون الله تعالى وتوفيقه. نعم. نعم شيخنا، لكن اليوم كيفاش نقدروا نغرسوا هذا التاريخ، تاريخنا العريق، تاريخ الإسلامي اليوم في جيلنا، جيل المستقبل، جيل الغد؟ هو كما تعلمون وأنتم عصر النت والإنترنت واليوتيوب والتويتر وغيرها، لابد أن نغير ونتعاون مع الأساليب العصرية الحديثة في ترسيخ المعاني وفي ترسيخ المشاهد وفي ترسيخ المفاهيم. فكل قد تجد، أنا استغربت أنه يأتينا أحيانا جاليتنا في فرنسا يحبون الجزائر أكثر ممن يقيم هنا، من الأشخاص المقيمين بالجزائر. نعم. يعني. وأحيانا يجينا شباب وشابات يعني متمسكون بالدين أكثر من هؤلاء، وولدوا في فرنسا. نعم. وهم كلهم حب وكلهم دفاع عن الجزائر. أحيانا يستغرب الواحد. فلهذا لابد أن نعمل واجبنا، أنتم كإعلاميين، كصحفيين، كمختصين في الأدوات هذه، أن نبلغ بأسهل الطرق حتى يرتبط هذا الجيل بوطنه، يرتبط بأجياله، يرتبط بقيمه، يرتبط بأن لا يفرقنا أحد، يرتبط لا أحد يسيء أو يزايد عنا في المقدسات، لا أحد يسيء إلى الزوايا، ولا أحد يسيء إلى المدارس القرآنية، ولا إلى العلماء. لو واحد يعمل مؤتمرات، تلك المؤتمرات علماء الأمة
وفضلهم في تاريخ الأمة على الجزائر. كم قدموا؟ الشيخ العرب بن بديس مات موتة رهيبة عجيبة، ما ترك أحد من هؤلاء إلا وعذبته فرنسا وقتلتهم وقد سفكت دمه، وقد بعضهم قضت على كل أسرته وعلى ومنهم النفته، وفعلت وفعلت وفعلت. فلا بد لهذا الجيل القادم والذي بعده أن يعلم مرارة فرنسا وما فعلت بنا فرنسا، أن يعلم حقد فرنسا وما فعلت بفرنسا، وأن يتشجع للبناء وللتشييد وللتهيئة وللعمران ولكل الأساليب حتى نكون بإلا أمة، وإن شاء الله سيعود المجد أعظم وأكبر لهذه الجزائر الحبيبة الأبية. نعم إن شاء الله يعني المجد للجزائر الأبية الحبيبة، ورحمة الله الواسعة على شهداء الجزائر الأبرار. طبعا رحمته على شهدائنا الأبرار. نعم شيخنا، يعني من وقت يعني دخلت فرنسا أو وطئت أقدامها هذه البلد الحبيبة وهي تحاول طمس الهوية، حتى يعني تعرضت العديد من المؤلفات والعديد يعني من ربما المكتبات اللي كانت في ذلك الوقت إلى النهب والسطو، فيعني هل ترى أن هذا الفعل كان ربما يعني نقدر نقول كانت تحاول يعني أن تبقى هي هنا في الجزائر يعني من خلال ربما ضرب الدين؟ المعروف والمألوف على كل المتتبعين حتى الفرنسيين ما كانوا ينتظرون في يوم من الأيام أنهم يغادرون البلد يعني هذا الشيء أو يفرون منها، ولهذا هم شيدوا بعض الأشياء أو أشياء كثيرة على ظهور أجدادنا من بنايات من طرقات من كذا من كذا. كان المترو في الجزائر، كان ترامواي، كان غير يعني ترامواي كان يمشي عادي في العاصمة وغيرها. ولهذا لابد أن نعرف أن الذين شيدوا هذا هم أجدادنا، وهي التي كانت بغيره أخذت كنوز كثيرة من المعارف ومن المخطوطات ومن المؤلفات. نعم. ومن الكتب، يعني يروى حتى من شاهد أنهم أخذوها على الحمير والبغال إلى البواخر وإلى هي الآن محفوظة عندهم. أخذوا حتى جماجم أجدادنا لأن الناس لا تفهم كيف الجماجم حفظت عليها، بقوا يدرسون ما في هذه العقول التي دوخت فرنسا، والحمد لله يعني تم استرجاعها. يعني الحمد لله يقال بأن الشيخ سيدي أحمد بوبغلة هذا الشيخ هو الشريف. نعم. ولا نعم يعرفه من قطع رأسه حتى نعم هم حتى الناس لماذا يسمى ببغلة؟ لأن بغلته كانت أسرع من الفرس، وبغلته دوخت فرنسا لم تستطيع أن تمسك بها. ففي العادة أن البغلة لا تستطيع أن تجري أكثر من الفرس، لكن هو رجل كان من الأولياء. نعم. وكان من الأتقياء وكان من الأصفياء، وهو شريف نسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يسمى الشريف سيدي محمد ببغلة. هم حتى لا يعرفون أنه سيدي محمد هو الشريف ببغلة حتى لا تنكي به فرنسا. وقيل أن الأسماء الآباء الذين سميوا باسم الأمهات هو من صنع لهم هذا الاسم، لأنه كان مجتمع محافظا ولا يستطيع يعرف بمجرد أن يمسكك أنت يعرف أنك أنت ابنك أبوك فلان وجدك فلان، فتأخذك فرنسا تعتقلك تعذبك تقتلك. فلهذا سمى الأسماء بأمهاتهم، فسمى أبو فاطمة بن حليمة بن عيشة بن حتى لا يعرفوا الناس ولا يستطيعون الوصول إليهم. قيل أن سيد محمد بغل الشريف هو من صنع هذا. أنا أعطيتك رمز واحد فقط، فهذا الرجل يعني دوخ فرنسا، فقال لهم سأرجع ولو بعد حين، فذهب إلى فرنسا وبقي ما أكثر من 100 سنة ورجع جمجمته. هذه الجمجموات التي دوخت العالم بتضحياتها ودفاعها واستماتتها ومكانتها، ينبغي أن تبقى هذه الجماجم محفورة في عقول الجزائريين وتبقى خالدة حتى تعرف ما فعلت فرنسا بجيلنا بأجيال سابقة وبأجداد أجدادنا وبأبائنا وبعلمائنا وبأفاضلنا وبمجاهدينا. وناهيك عن من سافر وهاجر إلى بلاد الشام ومن هاجر إلى بلاد كاليدونيا. نعم. وإلى غير نعم ذلك كل هذا وكل هذا ينبغي أن نعرف حقيقة هذا، وأن ينبغي أن نكون شعبا مقواما مقداما قويا متراصا متوحدا. صحيح. نتسامح فيما بيننا، تذوب كل الهويات أمام الوطن الذي هو رحمة لنا وهو جنة الله في الأرض. يعني الجزائر جنة الله في الأرض، من المفروض هذه الجزائر هي قارة في العالم، راه يقتدى ويحتذى بها في العالم. أبنائها اليوم موجودين في أكبر مراكز العالم،
موجودين حتى في الناظر، موجودين حتى في أكبر أطبائنا للأسف في دولة أخرى، من 12 إلى 23 طبيب من أطباء تلك الدولة هم جزائريون. لهذا يا إخوان وعلى أهل الحل والعقد أن يفكروا جريا كيف نسترجع أبناءنا لخدمة وطننا وللدفاع عن هذا الوطن ولجعله وطنا سيدا وسوطنا قائدا بأبنائه وبجيله وبارتباطه بتاريخه. نعم، وهذا الذكرى ربما خاصة يعني هذه المرة هي ذكرى مميزة، يعني ذكرى 60 يعني نعم. لاسترجاع نعم السيادة الجزائرية. نعم، وهي رمز أن تكون فيه الوحدة ولم الشمل والتآخي، الوحدة الوطنية نعم نعم، ولم الشمل لم المعارض ولم لأجل الوطن. الأهم أننا ننفع الوطن، أننا نبني الوطن، أن نتفق في أمور، في أمور رسمية، في أمور ضرورية لا نختلف فيها، الإسلام، العربية، الأمازيغية، الجزائر لا نختلف فيها. ولهذا لا بد أن نتصابر فيما بيننا نعم. لنبني وطنا شامخا نعم. بإذن الله تعالى. نعم، ذكرت شيخنا فقط أن الجزائريين بالتحديد يعني حتى خارج الوطن بالعكس. نحن نعم. لما نسافر على الجوالياتنا برا لا تجد هذه الفوارق إطلاقا. نعم نجدها هنا فقط، عندما ندخل هنا تدخل لنا كالوسواس الشيطان، هذا كذا ويا أخي هذا الدم، هذا الدم نعم. تصاهر وكان دما واحدا، الدم الذي خرج من بلاد القبائل مات في الغرب الجزائري على حدود تلمسان، والذي خرج من تلمسان مات على حدود الممشى وعلى حدود تبسة، والذي خرج من تبسة ومن قالما ما ظل شامخا في البقاع مات في الونشريس، فهذه دماء واحدة. لكن أحيانا هؤلاء الأعداء الذين يفرقون كالشيطان يدخلون بين الظفر واللحم حتى يفسدوا هذه العلاقة، وهذا ما يعملون له من التشويش ومن تشويه. لا شك عندنا أخطاء ولا شك أن عندنا قضايا، لكن لا بد أن نعمل على وحدة الوطن نعم. الذي هو أغلى ما نملك. نعم، وتبقى الجزائر جزائر العزة والكرامة، جزائر عربية أمازيغية إسلامية. فشيخنا يعني شكرا لك على هذا التنوير، تنوير العقول ربما بذكرى أو في هذه الذكرى المجيدة، يعني قدمت لنا ربما مختصر عن حب الوطن من يعني هو معتصر. نعم، فشكرا معتصر لك. يعني أقل نعم. من مختصر. شكرا لك شيخنا، نشكرك على حضورك معنا. الله يبارك فيكم، بالتوفيق للقناة ولكم جميعا إن شاء الله، وربي يوفقكم لما يحب ويرضاه ولخدمة هذا الوطن. نعم، مشاهدينا يومنا أو صباحنا أو برنامجنا الصباحي مفتوح لكم خلال هذه الذكرى، ذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. فيعني أرقامنا مفتوحة لكم حتى تتفاعلوا معنا عليها، وحتى مواقعنا على التواصل الاجتماعي التي دائما في الخدمة. نعم، إذا مواصلين معكم مشاهدينا في هذا العدد الخاص من الذكرى 60 طبعا لعيد الاستقلال والشباب، طبعا شباب اليوم طبعا، ولولا شهدائنا يعني الأبرار بيرحمهم إن شاء الله ما كناش حنا، ما كانش في جيل يعني. نعم، إذا مكملين معكم مشاهدينا دائما في هذا العدد الخاص، ولكن نرحب بكم مشاهدينا إلى هذا الفاصل وراجعين لكم. كلين معكم مشاهدينا في هذا العدد الخاص بالذكرى 60 لاستقلال الجزائر، عيد الشباب والاستقلال. طبعا مشاهدينا مكملين مع ضيوف عاشوا تلك الأجواء الاستثنائية، لراحين طبعا يقسمونا كذلك شهاداتهم الحية. يلا مشاهدينا نرحب بكم جديد لالتحقتوا بنا اللحظة، كذلك نذكركم بإمكانية التواصل معنا. شيء الجميل في برنامجنا برنامج تفاعلي وخاصة في هذا العدد الخاص، فتقدروا تتفاعلوا معنا عبر موقعنا للتواصل الاجتماعي الظاهر على أسفل الشاشة وعبر رقم الهاتف. نعم، برنامجنا سمية يعني مفتوح خلال نعم. هذا الصباح عليكم أنتم مشاهدينا في الذكرى 60 لاسترجاع السيادة أو سيادة الوطنية. أقول رأنا بالألوان يعني نعم. الأبيض الأخضر والأحمر نعم. اللي طاغي دائما نعم. علم الجزائر روح الوطنية يعني. نعم، الراية التي ضحى من أجلها أو ضحى من أجل رفعها العديد من الأبطال، أو أقول كل الجزائريين في ذلك الوقت. نعم.
الجهاد والنضال مشاهدينا لم يقتصر على الرصاص أو البارود أو حتى الجبال، بل حتى الكلمة والصورة كان لها دور مهم في توجيه الثورة من خلال رفع معنويات الثوار والأبطال في الجبال. فكنا نعرف يعني أنه كان فيه إذاعة بتونس الشقيقة كانت تبث العديد من الأغاني الوطنية اللي كان يؤديها الكورال الوطني في ذلك الوقت، حتى نتحدث عن الأغنية الوطنية اللي كانت ربما ارتفعت في ذلك الوقت وأعلت الراية ربما في كل البلدان وكان يستمع لها الكل وحتى يعني اللي كانوا في الجبال. أسعد باستضافة سيد الأغنية الوطنية الشيخ الكبير محمد سليم، نقوله صباح المحبة. صباح الخير وشكرا على الدعوة. صباح النور، نقول لك عيد مبارك، عيد سعيد في هذه الذكرى اللي شرفنا بحضورك. ربي يخليك بنتي عيشك. الله يخليك، شرف لنا نحن نقف امام يعني مجاهدين امثالكم اليوم. ربي يخليك بنتي، شكرا. شكرا. نعم شيخنا لما تجد ربما العديد من الشباب اليوم في الجزائر الجديدة، شباب فنانين يعيدون ربما مجد العديد من الأغاني الوطنية، نذكر على سبيل المثال همت المجد عليك مني سلام، يا ثورة الأحرار، والكثير من هذه الأغاني. وشعورك الشيخ؟ شعوري نزيد نقوى ونزيد نتفكر الشيء اللي عشناه. نعم. والشيء تهدرك زمان احنا كنا ما كناش نذكر الجزائر دائما حاجة أخرى، ما كان ما نقولش الجزائر، نقول بنت الجزائر. المرحوم محبوب باتي دار لي أغنية بنت الجزائر حلوة وجميلة. وهي الجزائر. السعيد حايف كان مذيع، هو مصري، كان مذيع في الإذاعة، اكتب لي فريدة وحيدة واحدة من القمر، فريدة وحيدة وتعبها السهر. الجزائر. نعم. حشلاف اكتب لي انا ابن الجزائر التايهة على البلدان، ما زلت بها نفاخر وناسها زادوا الهشان، من وهر للجزائر مقسمطينة لتلمسان. الله الله. هادي خديت عليها الضرب من عند السلطات الفرنسية. أين ذاك كان في أي سنة من فضلك؟ في 57. 57 نعم. يعني 3 سنوات بعد ربما اندلاع الثورة الجزائرية. نعم. و5 سنوات قبل الاستقلال. كنا صحيح. كنا في الإذاعة، كان ذاك الوقت كانت السلطة الفرنسية حاكمة الإذاعة، كانت ذاك الوقت لاري برتزان فوق لاسال بيربورد، كانت لاسال بيربورد وسماوها لاسال بن خلدون. فوقها كانت الإذاعة الفرنسية. يقولها لاريوش. وكان عندنا الأوركست تحت قيادة مصطفى اسكندراني ربي يرحمه، كان يدير جوج حفلات في الجمعة، عنده الأربعة من 7 إلى 8 وعنده السبت من 1 إلى 2 وجوزوا الفنانين يغنوا، ومنهم أنا غنيت غنيت أنغام الجزائر يعني لشهيد الثورة الجزائرية الفنان الكبير علي معاشي. نعم. كتبها لي وكتب لي وصيت القمري سبغ الجناح، كيفرفر وعلى وراح وبان معاه الفجر ولاح، وقاصد طريق وهرن، قلت له يا كريم الطيور شبر لبلادي نشال، سلم على بدر البدور قول لها خليك حيران. شيخنا محمد سليم، يعني اليوم رانا نشوفوا فيك النوستالجيا، راك قاعد معنا تحكي وراك تتفكر الاغاني وراك تتكلم فيها، تاديها بعفويه وتلقائيه. يعني راني فرحان بكم انتم راكم. الله يخليك، والله يفرحنا اكبر. راكم زدتوني في الغمة. في الحماس. نعم نعم، وذكرناك ربما ب قلت لك هاد الاغنيه تاع علي معاشي الله يرحمه. الله يرحمه. كان تقني في الإذاعة. نعم. وحنا كنا في العصري، بس قال لي لكابين تاع التكنيك، قال لي محمد عندي جوج أغاني نعطيهم لك، نغام الجزائر والقمري. قلت لك ودار محمد العماري ربي يرحمه
تحت سماء الجزائر أزرق وصافي والقمر علينا مايل والجو الدافي سنة سنة على الأحباب وغنينا لحن الشباب قولوا يحيى قولوا يحيى الشباب. نعم. هذه كلمة تعلمها شد كتبها محمد العماني. كل نعم. يعني أغاني كانت تتغنى بالجزائر. كل جماعة نغني بالجزائر الله يرحمه. ولكن عندي مانيوتوفون صغير على باند هذيك طلب لي قال لي محمد جيب لي المانيوتوفون. كان ذاك الوقت الثورة تاع مصر كان الدشياز كانوا يديروا قناة السويس كانوا يديروا الأناشيد الوطنية في الليل باش يسجل الأناشيد. نعم. دير المانيوتوفون الله يرحمه. من هذيك الساعة ما زلت شفته حتى سمعت اختيار. ومؤخرا دست في لاشين 3 غنيت القمري على المباشر عيطوا لي في التليفون. قالوا لي عندك متيات راهم يعيطوا لك في التليفون. قالوا قال لي سي محمد سليم يعطيك الصحة قال لي راك حييت علي معاشي ربي يرحمه. قلت له شكون أنت؟ قال لي أنا وليد خوه. قال لي بصح أنت راك في الجزائر ماذا بيك تقتلنا تورونا وين راه قبرو؟ ما يعرفوش قبرو مواليه ما يعرفوش وين مدفون. نعم. وللاسف يعني فيه طبعا ترحموا على شهدائنا الابرار وللاسف يعني في اهالي كثير ما يعرفوش يعني قبر هؤلاء الشهداء طبعا في منهم حتى من ضاع. نعم حتى من ضاع في حتى منهم من نوفيو طبعا ما سابوش يعني قبر. هو على كل حال سبع ايام هو معلق في التيارت مرجليه راسو. نعم. بعد ما تم اعدامه من بعد ما صابوش وين مدفون اللي تعرض. نعم. وقتها للتعذيب. باش زين نقول لك حاجه هذا الخطره عيد الفنان بعد الشيء اللي علي معاشي واش غنيت له ما عرضونيش ما قالوليش تفضل بمناسبه عيد الشهيد. نعم. علي معاشي. نعم. نعم شيخنا يعني الكثير من الأسماء تغنت بحب الوطن يعني على ذكر سيدة نورة سيدة صالحة الصغيرة سيدة ثريا ثريا يعني سلوى. نعم علي معاشي يعني والكثير من الأسماء محمد العمالي. نعم الهادي رجب. نعم ومنهم يعني اللي مازالوا على قيد الحياة نقول لهم ربي يطول في عمركم منهم من غادرونا طبعا ترحموا عليهم. نعم وحتى يعني فنان الكبير اللي كان مغني كبير قلنا قولوا له علي الشلالي كان مطرب كبير. نعم. الصحراوي منور هادو كاع كانوا مطربين في الإذاعة تاع فرنسا وقت فرنسا. لكن السؤال اللي يطرح نفسه هنا السيد محمد سليم كيف كنتوا تتعاملوا مع ربما التهديدات اللي كانت تجيكم من الاستعمار الفرنسي؟ بس ما نبينوا لهمش باللي رانا نغنوا على الجزائر. قلت لك نكملوا لك الكلام اللي قلت لك على نغم الجزائر. كان عندنا ذاك الوقت لجنه النصوص هي في الكابين تعسل كلمات تدقق طلعوا انا على المباشر طلعوا دوزيام ايتاج عند كابيتان غالوبان. كابيتان غالوبان هذا هو اللي كان ديريكتور كان بالحسين احنا من وهذا القوري هذا واللي حاكم الاذاعه. طلعوا ليه قالوا له محمد سلمى وغنى على الجزائر. خلصت الاغنيه على المباشر جاوني السلطات الفرنسيه وحنا عندنا في بين الفنانين كيقول لك غالوبان عرف الفلاقه كما يقولوا ذاك الوقت. طلعت ليه دوزيام ايتاج دخلت صبت وقاعد معنا ما شاء الله نقول لك راسو هكا قال لي مسيو سليم Qu'est-ce que vous avez chanté? Chanté une chanson. Il dit non. Vous avez envoyé un message. On a dit, le cours est là. Il a dit, il a dit, نصيب محمد كشرود ربي يرحمه. نعم. نعم. ونصيب هذا سعيد حايف. سعيد حايف هذا كان مذيع في
بالإذاعة عنده نعم. صوت. ومحمد الله يرحمه كان مضروب في لسانه، طلبوه في لسان على ديال القرار اللي عنده، الصوت اللي عنده. قعدت معاهم تما في الاخر نقول لك 15 يوم، ومن بعد فرقونا داونا لا فيلا سيزيلي في الجولف. من تما باش تما انا داوني لبني مسروس، الكون تاع بني مسروس تما وين حييت. صبت المرحومه فضيله الجزيريه، صبت المرحومه لطيفه، محمد العماري، تلاقيتو كامل هذاك نعم. فنانين كاع ربي يرحمهم، ربي يرحمهم، تلاقينا تما وكنا قلت لك عائله. وبالجمعه فضيله الجزيريه الله يرحمها دير لنا الطعام، وفين دير هذاك الطعام هذاك؟ ديروه في البوسيار طبعا، طيبوا فيه وناكلوه يعني. نعم اسمحوا لي فقط من هذا المنبر نحب نحيي اكيد المجاهدات، يعني السيدات اللي ساهمنا في الثوره التحريريه، يعني في تزويد نعم. الثوار نعم. بالمعونه قسم قسم فضيله عوشات الله يرحمها، كاع كاع فنانين كاع خدموا طوبره ما كاش ما خدمش. يعني لما يحكي سميه الشيخ محمد سليم نشوفوا حتى يعني الاغنيه الوطنيه لم تسلم من وحشيه الاستعمار الفرنسي. نعم للاسف يعني ولكن لم تموت، وهذا الحمد الشيء لله. نعم الحمد لله الى حد الان طبعا كما ذكر عبود فيما قبل، حتى اليوم شباب اليوم الكثير منهم اللي راهو يعاود يحيي هذه الاغنيه الثوريه، الاغنيه الوطنيه اللي ما تموتش، حتى راهو يؤديها خارج الجزائر ان شاء الله تصبح اغاني يعني عالميه. بكلمات مقيمة ان شاء الله، كلمات صحيح ويحكي الشيء الواقع. الواقع نعم. فنانا يعني محمد سليم، نروحوا لإخواني لا تنسوا شهدائكم. نعم وإحنا أبدا ما ننسوش يعني الرجال. هذه لما الأغنية انتشرت بزاف جاتني صوت الجزائر من تونس سجلتها لهم في 62 مع فرقة الوردة البيضاء تحت قيادة مصطفى سعنون. وهذا النشيد هذا كنت نسكن في لاريدوت. نعم. وسمعوا بيا الاستعمار اللي يغني الاستعمار يغني الاناشيد يغني الاناشيد، وكاين واحد من يخدم معاهم كنت نديه معايا وين مع المجاهدين عرفوا نريد وشوفوا شوف انا ما على باليش بلي هو بيا بياني. انا سجلت مع هارون رشيد في الاذاعه نعم، وجيت طالع الحومه تاعنا كيسكن في لارودوت في المراديه، نصيب ديجا حاكمي باسكو زمان باش ما يدخلوش ما تدخلش فرنسا وما يدخلوش الواس، دايرين في كل حومه العسه يعسوا باش ما يدخلوش. صبتهم قعدت نقصر معاهم، حنا نقصروا حتى نشوفوا الطوموبيل جايه حابطه بشويه. حنا عجبنا باسكو كان تما واحد يقولوا مينويزي بيرانكي عندما انا جاب الاولى حطب حتى نحلت هذيك لابورتيير وبديت شوف بعيني تيري بلا ميترايات. واحد مات انا تبليسيت هنا الكتف واحد جور كبير تاع الرامه يقولوا لهم يعني ملي ضربوه من رجلو راح فرنسا ما جاتش ولده مسكين. نعم انا داوني للصالون بي داووني وخرجت قعدت في الدار. نقول لك واحد 7 ايام جاوني هذوك لي فيلا جمعهم ابراهيم حمانه ربي يرحمه وجاني خلو استشهاد، داوني لديار الشمس قدامنا حنا كاين ديباتيمون تاع ديار الشمس. قلت هادو راهم داوني انا بالبلاطو حبوا يكملوا عليا باش نقول لك ذاك الوقت خايفين نخاف. حبك شكون يحل لنا الباب؟ ربي يرحمه محمد الباجي معصب حكم بانيال هاك. نعم وش كما نقول لك لو ميزي دي زورور مع الخين
حصان عيد بجمع. للأسف نعم هذا الاستبداد للأسف. شيخنا يعني الله يبارك عليك صاحب الأغنية الثورية والوطنية، لو يعني تأدي لنا هكذا شيء يعني أنا أغانيك. يعني من الأفضل يعني نروح يعني يعطينا هكا بصوته يعني شيء ثوري. نعم نعم نعم. سجل يا تاريخ لمعركنا، واكتب للبنين ذكرى للأباة، اشهدوا عنا يا جبالنا مدى عدينا من الصعوبات. ايه قداش نفكر في الجزائر عادت حية، غير دم الشبان يقطر ومبزع في كل ثنية. الله الله عليك. نعم ويعني نشوفوا عبود قمة يعني كلام الأغنية الثورية والوطنية حتى تقشعر الأبدان يعني، وحتى يعني الأشعار وكأنها يعني منتقية لغاية واحدة، هي إعلاء المعنويات، إعلاء الراية الوطنية، حتى تحميس أو رفع الحماس عند الثوار. نعم عبود، وش رأيك فقرة اليوم نوستالجيا نروح نسمعوها من عند فناننا محمد سليم؟ نعم، وإذا يعني تفضلت تسمعنا إخواني لا تنسوا شهداء، تفضل. إخواني لا تنسوا شهداءكم اللي ضحوا لحياة البلاد، بالنفوس والدماء افدوا ترابكم، تركوا الأهل والصحبة مع الأولاد، صوتهم من القبور يناديكم، اسمعوا لهذا الصوت يا عباد. الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا، حرية غاياتنا، يحيى الوطن. أكيد يعني سمية احنا ما ننساوش الشهداء. والله بدني يعني صحيح يعني الأغنية الوطنية أغنية مليئة ربما بالحماس، مليئة بالوطنية كما سموها، وأكيد يعني إحنا ما ننساوش الشهداء ونبقاو يعني متمسكين بتاريخ الأبطال اللي ضحوا من أجل رفع الراية ورفع العلم، والتحية الجزائر. نعم والسلام السلام للبلاد. حقا نشكرك طبعا لأديتها لنا بصوتك. ربي يخليك بنتي، لا شكر على وجهك. نعم يعني مع وصلنا يعني لنهاية الفقرة، فيعني جزيل الشكر لك شيخنا الكبير أنك كنت ضيفنا ونورتنا يعني ورجعتنا لزمن المجد، زمن الأغنية الوطنية، وقت يعني الثورة، وقت رفعتوا معنويات الأبطال في الجبال. راني منور بكم انتم. الله يخليك والله العظيم بنورك يعني. ربي يخليك عزيزتي، ربي يخليك. شكرا لك. نعم فقط في الاخير طبعا نحكي فقط على الكليب يعني دائما اخواننا ما ننساوش. داره لي الاستاذ مراد الباز، نحييه بالمناسبه. نعم. دار لي اخواني لا تنسوا شهداكم، ودار لي ايه قداش نفكر في الجزائر على التحيه. نعم جمع يعني اغنيتين في يعني نعم. شريط واحد. وكانت سنه 2018 يعني بمناسبه يوم الشهيد. هذاك التكريم. نعم. كرموني في الكاليتوس شباب. نعم. الكاميرامان فقط من فضلك نشاهدوا هنا التكريم، حتى شوفوا شبابنا اليوم. ايه صغار. نعم اللي قاموا بتكريمك. داروا لي وسام وداروا لي تكريم ما شاء الله. وحقا تستحق وسام وتكريم. ربي يخليك بنتي. نعم على تلك المجهودات ربما اللي قدمتها خلال الثورة يعني من خلال الأغنية الوطنية، كما قلنا يعني لم يكن النضال فقط بالرصاص والحديد والبارود، بل حتى الأغنية الوطنية. نعم مشاهدينا يعني نواصلوا يعني يومنا المفتوح وصباحنا المفتوح. نعم عددنا الخاص نعم بذكرى الستون مشاهدينا لعيد الاستقلال والشباب، مكملين معكم مشاهدينا، ولكن نروح مع بعض إلى هذا الفاصل وراجعين لكم، بقوا معنا مستمرين وياكم أنتم مشاهدينا خلال هذا الصباح الجميل المخصص لذكرى استقلال الجزائر والشباب، هذه الذكرى التي ترجعنا إلى زمن البطولة الخالدة، إلى زمن النضال والكفاح. وطبعا نقول لمشاهدينا اللي التحقوا بنا للتو من داخل وخارج بلادي، صباح الحرية، صباح الاستقلال.
نعم، واليوم أكيد مكملين معكم مشاهدينا بضيوف مجاهدين يعني عاشوا تلك الأجواء الاستثنائية. أكيد مجاهدين رايحين يتقاسموا معنا ومعكم أنتم مشاهدينا يعني شهادات حية، صور كذلك. إذا اليوم نحب نرحب بالمجاهد المناضل محمود عرباجي. صباح النور عليك، شرفنا بحضورك اليوم. صباح النور بنتي، ونشكركم على الاضافيه، على الاضافه هذه يعني تبارك الله فيكم. واليوم على كل حال الشيء اللي تقولوه راني هنا معكم. نعم. التاريخ على كلش مميز. ربما انا مانيش حابه نحكي على اليوم 5 جويليا 1962، حبيت نولي شويه لقبل 5 جويليا، ربما الفاتح من جويليا الثاني الثالث. كيفاش ربما عيشتم تلك الاجواء، اجواء الفرحه، فرحه الاستقلال، استقلال الجزائر؟ احنا قبل ما نهضروا على الفرحه نتاع الخمسه جويه، انا بديت من الفرحه يعني فرحه كبيره نتاع الخمسه جويه على كل حال، اللي سمعناها من فم هذاك الوقت فرحه عباس، ومن فم من فم بن خدا، ومن فم كريم بالقاسم، هذوك الرجال الله يرحم الرجال يعني القادة الكبار اللي سمعنا منهم. وربي يطول في عمركم. احنا كنا هذاك الوقت في السجون، وحنا هذاك الوقت على كل حال شيء قبل ما فرحنا كانوا الاستعمار كان مازال في بلادنا، والوايس كان يضرب فينا هذاك الوقت هذاك اللي ما نساوش هذاك الشيء قبل الفرحه نتاعنا. حنايا كنا كي جابونا من الحبس نتاع لومباز، جابونا باش يطلقونا، جابونا الحبس الحضغاش باش يطلقونا، الواياس ضربونا بليمورتي، ضربوا بليمورتي داخل الحبس. بعد اللي الحق للاستقلال كاين عباد ماتوا. صحيح. ماتوا، ضربونا كيما يعني اللي وساو يعني وسوساو في لاسيتي يونيفرسيتير نتاع الجزائر، حرقوها. حرقوا لا بيبيوتيك نتاع العاصمه، يعني وسوا شيء يعني اللي حضرنا فيه وسمعنا به هذاك الوقت هذاك. حنا كي خرجنا من الحبس عطاونا زوج فاليزات نتاع عدوى، خرجناهم من الحبس نتاع الحرغاش. وين اديناهم؟ اديناهم البومارشي، بومارشي هذا كان في الرود لالير، وكان هذاك الوقت كان واحد الطبيب راهم او قتلوه على كل حال، مات في وقت الارهاب، يقولوا له فليسي، فليسي اللي سموا عليه سبيطار القطار، كان هو اللي كان يداوي تما الناس المبليسيين. نعم. خاطر يزمنا نتفكروا هذوك الناس هذوك واش كانوا يعني يضحيوا، كيما رباعه ولد درويش، كيما رباعه تيد خالد، اللي كانوا يضحيوا في بومارشي، كان بومارشي ردوه سبيطار فروض لادير، كانت الناس يداووا فيه. الون الوايس كان يحبط من الديار، كانت واحد الشارع في باب الواد في المارشين تاع باب الواد يقولوا لا ري دي مولا قبل ما يلحقوا للبلديه، حبط ان الوايس حبط من الدوزيام ايطاج افيك اون ماس، كانت قهوه تما يقول لها قهوه خارج الطريق نتاع لا فامي لوكال، وميطراياو قتلوا شحال من واحد وبليساو شحال من واحد تما الوايس، وكانوا يحكموا العباد في الطلواج زغلوج ويعلقوهم في الطلواج زغلوج، يعني ما نساوش. نعم. الواياس الاستعمار واش واسع قبل ما تكون الفرحه، على كل حال الفرحه نتاع الاستقلال فرحه عظيمه. نعم. لكن سيد محمود، وانت تتحدث عن الجيش السري الفرنسي اللي قام بالعديد ربما من الاعمال الوحشيه، هل هذا كان يعني قبل عيد النصر ام بعد يعني عيد النصر، يعني في اخر ايامهم ام قبل؟ هدايا بعد ما سمعوا لي ديكلاراسيون نتاع لي سوسي لو فو، بعد ما سمعوا لي ديكلاراسيون نتاع لي زاكور ديبيون، يعني الواياس هنا ناض، ما قبلوش يخلوا الجزائر، ما قبلوش الاستعمار، ما نقولوش الاستعمار الفرنسي، الاستعمار الداخلي اللي كان معنا لهنايا، خاطر كانت الجزائر كانت بالنسبه لهم جنه كبيره الجزائر. نعم اكيد. يعني كي نقول الجزائر نقول الجزائر بصفه عامه ماشي غير العاصمه.
خاطر نادوا في كل جهه لي كولون كذا ناتو وقتلوا الشعب عندهم ما قتلوا هذاك الوقت الشعب تسمع هي لي ديكلاراسيون تواسا وهما يقتلوا في الشعب ومن بعد على كل حال الاستقلال بعد ما جاء 5 جويي وجا يعني وبعد الفوط وشي فرحه كبيره الناس اللي دخلت يعني من الخارج ودخلوا من تونس ودخلوا من المغرب ودخلوا من مصر ودخلوا رجوع يعني كل الجزائري لارض الوطن الناس كانت هربت فرنسا كما قال ما نساوش واحد واش قال الكلمه العربي بن مهيدي نهار اللي حكموه واش قالوا له قالوا له انتم ديروا البومبات في القفف قال لهم صح حنايا نديروا البومبات في القفف وانتم البومبه وين ديروهم؟ ديروهم في لي زافيون تروحوا تاتاكيو الدشور وكذا وتقتلوا العباد اعطونا لي زافيون تاعكم نعطوكم القفف نتاعنا اسمع هما عندهم ما وساو عندهم ما وساو الناس عشات هاربه يتمشوا في الجبال باش دخلوا لتونس باش دخلوا للمغرب باش دخلوا هربوا سمعت ليا ومن بعد نهار اللي ولات على كل حال بعد الاستقلال فرحه كبيره ولا بد فرحه كبيره على كل حال ما حملوهاش لوايس ما حملوهاش الناس اللي كانوا هنايا الاسبانيول الطاليان نعطيك مثال بسيط نعطيك مثال بسيط كيفاش باش ولينا حنايا ولينا فيدا في العاصمه نعطيك حنا كنا بكري نحبطوا روحوا للبحر كنا شباب روحوا باب الواد كاين الكتاني يا اخي تعرفوا الكتاني وين جا الكتاني معروف روحوا باش نعوموا وفوزالي اوا ناجي مسيو مي لا سي با بور فو بور كي سي مسيو لا مير سي الجيريا يقول لي نو سي بور لي اسبانيول لي ايطاليان لي فرونسي لي جويف لي بوهيميان جيتانو وينو وين فاني الي جي ان بو بلو لوان اي بوركوا ان بو بلو لوان سا سي با الجيريا نو يبعثونا لرميلة العواد هذه رميلة العواد بكري باسكو اليبوك كانوا غير الكرارس هنايا ما كانوش الطوموبيلات نعم هذا رميلة الكرارس كانوا العواد مالا العرب نتاوعنا والاسبانيول يجيبوا العواد يغسلوهم تما في هذه رميلة العواد على واسمها رميلة العواد ان بو بلو لوا على الكتاني يعيطوا لها رميلة العواد يجيبوا يغسل حنا نو سوم دي شوفال نروحوا نعوموا مع العواد احنا سيدي شوفال لي زالجيريا راك تشوف وين كنا معاهم سمعت يجي ليك يلقاك في الزنقه تمشى مسيو بيان يا ولاد بيان بيان وي مسيو ابو سيرفيس فرونسي باني وي مسيو نرفدو انايا نرفدو ونروح نتمشى معاه عليه مارش ديفون موا وي مسيو نتمشى نلحق قدام دارو يا نوتر طابلو فاطمة فيان اختي ولا يما ولا بنتي ولا تخدم عنده بونيشا دون لي ان بوت بان بور سو بيكولا تعطيني قمة يعني الخبز كان قمة كان هذاك الوقت مارشينوال الخبز ما كانش الخبز بالبونغ تعطيني ان بوت بان شوف القوار واش كانوا يواسوا هنايا ما كانوش يحبونا الاستعمار سمعت نعم سمية تحضر معها صورة نعم هما اللي حتموا علينا باش ولينا حنا فيدا حنا ما نقولوش تيروريس اونيتي فيدا نعم فيدا بوغ لالجيري فدائيين للوطن اسمع الى الوطن كانوا بكري واش يقولوا لنا؟ يقولوا لنا من جميع اللي يموت يروح للجنة حنا كنا دايرين باش نموتوا باش نروحوا للجنة سمعت بزاف الناس الله يرحم الشهداء والله يرحم الشهداء الله يرحم كل الشهداء الجزائر الأبرار الله يرحم كل شهدائنا الأبرار نعم يعني شيخنا محمود عرباجي نشوفوا هنا صورة هذه عند اعتقالك 57 نهار اللي تنحكمت داوني لابيجي نهار اللي تنحكمت وقت حكمونا حكمونا بعد لا غريف دي ويجور باسكو لا غريف دي ويجور نهار اللي واسينا لا غريف دي ويجور على بال كلش مغلوق الور كل حاجه مغلوقه لي بارا لي بارا لي بارا واش واساو لي بارا حكموا السطوحه حكموا الارض حكموا السماء لي كوبتير تما وين حنايا بداو يدو في الجزائريون يدوهم لسطاد سانتوجان اللي دوك نقولوا له سطاد عمر حمادي ولا يدونا لسطاد مينيسيبال نتاع رويستو تما يواسو ترياج تما وين حكمونا حنايا على كل حال وساو ديتري على كل حال حكمونا حكمونا حنا سيتي نقول افير
حنا لافير نتاع لافير نتاع البومبات عندنا بلاسي دي بوم. بوركوا نو زافون بلاسي دي بوم؟ باسكو اليبوك الثوره نتاعنا كانت نقيه. كيفاش كانت نقيه؟ حنا عمرنا ما كنا نقتلوا الشيخ ولا العجوز ولا الولد، كنا نقتلوا العسكري البوليسي والغارديان دو بريزون، باسكو الغارديان دو بريزون كان مواسي حاله في لي كونداني امور، ها ملي نقتلوهم. حنا من حنا نوتر فيليسيون اللي تي بروب. النهار اللي داروا بومبا في القصبه، كيفاش داروا البومبا في القصبه؟ كانوا ثلاثه فدائيون راحوا وساو عمليه اليبوك، فيهم اونوري محمد ديت بتي ماروك، فيهم باباسي بوعلام، وفيهم هذا عاشور ميدي. نعم. راحوا وساو بومبا، وساو اتونتا. قهوة الحرية هذه جاية في باب الواد تحت سينما بلازا، وساو تما عملية. بعد ما وساو عملية حطوا عقابهم الكوار. بوعلام باباسي هرب على الجبانة، طلع على روندا وهرب ما حكموهش. ونوري حطوا عقابو حكموه. عاشور ميدي قتلوه في لاري ميزون. بعد ما قتلوه في لاري ميزون حوسوه لقاو عنده كاردون ديتي نتاعو يسكن سات لو دي تايب وين وساو البومبا. ونوري شارعوا لي قطعوا له راسو الله يرحم الشهداء. بوعلام مات بعد الاستقلال هرب راح للالمان هرب ما حكموش. وعاشور مسكين اللي وساو البومبا تاني قتلوه في لاري ميزون. واش عليه وساو لنا بومبا؟ قتلوا 72 واحد هما راكدين. وشكون اللي وساها؟ وساها حمو اليهودي كان كوميسير في الدوزيام اروندسمون مع لما روج هذاك الوقت هذاك. بعد ما وساو هذه البومبا هذه تم من غدوه هكاك جا الشعب خارج. السعدي الله يرحمه مع ليطا ماجور نتاعو قال لهم ولوا حنايا نخلفوا الطرد وبالكم تخرجوا هكاك يقتلوكم العسكر يزيدوا يقتلوا منكم بزاف. ولاو الشعب ومن بعد بداو لي جميله جميله بومباشا جميله كذا يعني جميله كدا. الجزائر تما وين بدينا. نعم. وحنا تاني سي لافير نتاعنا نتاع بومبات عندنا باسي سي بومب اسمع. ومن بعد على كل حال بداو لي زافير وتما على كل حال نهار اللي السعدي واش قال؟ كي صارت الضربه قال لك السني بالسني والعيني بالعيني هما بداو بالبومبات حنا تاني نديروا البومبات في الكوك هاردي في اير فرانس قدايا حنا في تروا زوغلوز اسمع. الوغ تما وين بداو البومبات؟ حنا اوترومون كانت الطوره نتاعنا نقيه ماشي كيما هما السوفاج هما لي سوفاج سي با نو. لا رغم هذا وصلتم يعني لولاكم يعني لولا المجاهدين لولا كذلك شهدائنا ربي يرحمهم يا رب ما كانش فيه استقلال يعني ما كناش احنا يعني نتمتعوا بهذا النعيم. نعم. السلام حتى الحريه يعني راك متذكر كلمه بكلمه حتى اللحظات اللي عشتها الاحداث حتى راك جبت لنا يعني بعد الصور والشهادات الحيه يعني مضت. على كل حال انا يعني جبت لكم ميم جبت لكم ميم يعني البرايا البلوات اللي راهم عندهم اكثر من 250 سنه من اللي بعثوهم لي خبيتهم نتاع دوسيجال حليمي نتاع دوزون ونتاع كوك. قلنا لي زارشيف صحاح حنايا على كل حال حنا بعد ما حكمونا على كل حال انا ايتي تورفوري داونا لابيجي نسونطرال على كل حال انا ايتي تورفوري ما نجمش نوري لكم كيفاش انا والهاشمي هذا رشيد وهذايا فليسي عبد القادر وهذا شاب شابي الله يرحمه على كل حال مات هذا الاول اللي عطينا له البومبا في بلاستيه في تروا زوغلوج وين كانوا يبيعوا الزواوس بكري كان تما الناري نتاع التيه النار تاع هذيك خاطر حنا كي عطاهم لنا عرباجي عبد الرحمن الله يرحم الشهداء على كل حال عرباجي عبد الرحمن كانت عنده اون ريجيون ميليتار باسكو يا في تروا ريجيون في لا زون اوتونوم بريمير ريجيون دوزيام ريجيون تروا واش عليه كانوا عنده بزاف لي جروب على الكوحان تاع الفيدا ما يهمش على كل حال هو قالنا ردوا بالكم يديروا صدى برك ما تقتلوش العباد يديروا صدى وشنو نتاع لاري نتاع تيا نتاع هاديه نتاع تروا زوغلوج قتلت العباد وبليسات العباد وحنايا زدنا وسينا وحده في لامباسادور دو فرانس اللي كانت بكري قدام التريزور في بلاص الشهداء هي كانت تما
والاخرى واسينا في لا ميزون غريما والاخرين واسيناهم تحت الطونوبيلات باسكو قال لك يواسوا صادا برك ما كان يقتلوا بزاف العباد. ما عليناش تما حنا حكمونا على كل حال عندهم داونا يعني نعرفوا شنو هي هذيك نتاع الحطبه منها نعرفوا شنو هي البسان نعرفوا شنو هي الشاليمون نعرفوا كلش. على كل حال الانسان ما يهدرش واش فوت. على كل حال والحمد لله الحمد لله قعدنا 6 سنين في السجن. على كل حال 6 ans en prison الحمد لله عام في سركادي وحنا نسوبريو. انا حضرت قريب 36 اكزيكيسيون في سركادي الله يرحمهم كيما رزقيلوني كيما مرزق حاد كيما كاب عبد الرحمن بزاف اللي حضرت لهم انا اللي ماتوا الله يرحمهم. على كل حال اللي ماتوا سمعتي ليا قعدنا ومن بعد فوتنا عام في الحرغاش والباقي فوتنا 4 سنين في لومباز. نعم طيب شيخنا العرباج حبينا الان نروحوا للفرحه فرحه الاستقلال. واش عليه خرجنا لو 362 كي خرجنا لو 362 بعد ما خرجنا من الحبس حنا كان واحد مسكين سنانا ادانا بوعلام امور بوعلام ديت بوعلام بفيطا داونا ليفيي حنا كنا فرحانين. لقينا الطوابل ماركاونا عطاونا 10000 هذيك الكبيره هذيك الجزائريه الكبيره وكنا فرحانين. ومن بعد قلنا له انا واسيد علي الله يرحمه غير كيما مات قلنا له حنا مزوجين نروحوا لديارنا. قالنا ما تروحوش للقصبه. علاش ما نروحوش؟ قالنا له واياس ما تروحوش ندوكم الدراع الديس. الدراع الديس هذا جاي فوق فريفالون داونا الدراع الديس عطاونا بيوت تما كانوا الديار فارغين عطاونا بيوت. ومن بعد على كل حال حنا بدلنا قعدنا مع انسان. على كل حال وليداتنا انا كانوا كنت خليت 2 دراري خليت 2 دراري كانوا عندي. لكن سيد محمود كيفاش عشت فرحه الاستقلال؟ ايه ومن بعد على كل حال الاستقلال الفرحه نتاعو ما نجمش نصورها لك. فرحه كبيره كما قال لك الحاج محمد العنقه ما بقاش الاستعمار في بلادنا. أكيد. ما بقاش الاستعمار في بلادنا والاغنيه اللي تبقى هذيك ما تصورش هذه كما دوك نمثل لك انايا الله لا يمثل نقول لك الحج الفرحه نتاعو كي تروح لتما المينن وتروح لعرفات ما نجمش نصورها لك حتى تروح تشوفها. يا فرحه اللحظه كانت كبيره. سمع نتاعنا كي يدخلوا لي ريفيجي كي يدخلوا كدا والناس تشطح والناس هابله من الفرحه. الفرحه هذه فرحه كبيره كنا فيها طبعا لانه الاستعمار يعني قعدتوا فيه يعني ملي زدتوا انتم في الاستعمار بعدين جاء الاستقلال فجت هذيك الفرحه يعني كانه حلم وتحقق. اكثر من حلم يا بنتي اكثر من حلم. احنا يعني ما نجمش نصورها لك الفرحه. واحد يشطح واحد قدا واحد يجذب فرحه كبيره. نعم يعني نقول لك الحق هذيك الفرحه هذيك ما كانش الحمد لله كما قال. نعم. وربي حيانا باش حيينا الاستقلال. نعم. حنايا عمي العرباوي وفرحتنا الكبيره هي وجودكم يعني. نعم. ربي يطول في عمركم انتم المجاهدين دائما نقولها وربي يرحم شهدائنا اكيد. وحنا الفرحه نتاعنا للشباب الله يخليك. نعم. فرحتنا للشباب على الشباب احنا يخدمنا على الشباب ردينا لكم الكرامه. اسمع والشخصيه نتاعكم فرنسا قالت ما عندكم لا شخصيه ولا كرامه احنا ردينا لكم الشخصيه والكرامه نتاعكم. نعم سيد محمود ان شاء الله نقولوا خير سفراء ليكم ولكل الشهداء اللي ضحوا من اجل هذا الوطن. طبعا بعد المعاناه جاءت الاستقلال وجاءت فرحه الاستقلال التي لا تضاهي اي فرحه في ذلك الوقت. فجزيل الشكر لك سيد محمود المجاهد الكبير انك كنت معنا وضيفنا خلال هذا الصبحية. الله يعزك وليدي. نعم إذا نقول عاشت الجزائر حرة ديمقراطية دامت سالمة يا رب وربي يحفظ الجزائر. احنا نقول إن شاء الله احنا يا رانا عايشين بفضل هذوك الشهداء هذوك. الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء. احنا الفرحة نتاعنا اليوم أنا كي نشوفكم أنتوما كيفاش راكم الشباب كي البكري المرأة كانت ماشي كيما راكي دوك انتيا
المراه نتاعنا عندها زوج مترات نتاع القماش ديرس الوالد تكه وقاعده في الدار. اليوم فرحه نتاعي كي نشوف البنات هكا والولاد هكذايا، الولد كان يحمل كان يسيري كان كذا، اليوم الحمد لله راه في الاستقلال نتاعو راه في الحريه نتاعو، يروح ايو يروح لوهران بلاده، يروح لقسنطينه بلاده، وين يروح بلاده. اليوم الحمد لله رانا في رحمه يا بنتي، اليوم راني فرحان بزاف انا يا وحنا مينة. يعني اللي رانا فرحانين بوجودك معنا، نشكروك يعني اللي كنت حاضر معنا اليوم في هذا العدد الخاص بعيد الاستقلال ذكرى الستون. نشكروك كذلك على كل هذه الشهادات الحيه الصور على حضورك معنا. الله يسلمك. شكرا لك. الله يسلمك يا بنتي. الله يسلمكم وتبارك الله فيكم. نعم سمية، يعني ما شاء الله، يعني اليوم يوم مجيد، يوم تاريخي بامتياز، يعني شرف لينا سمية أن نقدم ربما في كل مسيرتنا الإعلامية هذه الأيام وهذه المناسبات، والله شرف وفخر لينا أن نقدمها خليكم أنتم مشاهدينا ولهذا الوطن خدمة للبلاد. نعم ربما راني حابه نختمها بطبعا اغنيه وطنيه ثوريه. نعم. للشيخ ربي يرحمه العنقه، ما بقاش استعمار في بلادنا. نعم. نقولوا دمت الجزائر السالمه، جزائر العزه والكرامه. نعم وبقينا ان شاء الله خاوه ونعيشوا في سلام، ونقول يعني نديروا اليد في اليد حتى نعليه رايه الجزائر، حتى نعليه رايه الوطن، ونكونوا سفراء أو أحسن سفراء للجزائر، جزائرنا اللي تحبنا، جزائر الجديدة اللي رانا نحلموا بها ونطمحوا أنها ربما تكون الأفضل والأحسن بين كل الأمم. نعم ولولا شهدائنا الأبرار والمجاهدين لولا كنا نستنشق هواء نقيا.